وحد الهجوم الإرهابي على مكتب مخابرات البقعة الأردنيين بمختلف أطيافهم ضد الإرهاب واستهداف أمن الأردني واستقراره. وبعد انتشار خبر استشهاد 5 من مرتبات دائرة المخابرات العامة في الهجوم الإرهابي الذي تزامن مع بدء شهر الرحمة والغفران، توحد الأردنيون بكافة أطيافهم ضد هذا العمل الإرهابي الدنيء، مطالبين بمواصلة التصدي للإرهاب ومحاولات استهداف استقرار الأردن وأمن شعبه ووحدته. احنا كنا في في الأسرة وفي البيت كنا منزعجين جدا، وما أحد راضي عن الشهادة اللي حصل، وهذول إخواننا وإحنا أحبتنا وعزيزين علينا، وما أحدا ما أحدا بحب هذا الشيء يحصل عنا، وإحنا بلد الأمان والأمان الحمد لله. الأردن دائما معروف في جميع دول العالم. والله يا سيدي، هو هؤلاء ما هم إلا جبناء، وهذا الجبن ينتمي إلى أصحابه، ونحن في هذا البلد الكريم إن شاء الله عنواننا الأمن والأمان في هذا البلد، وربنا يديم علينا الصحة والعافية والأمن في هذا البلد، ونسأل الله أن يتغمد شهدائنا الرحمة ويجعلهم بجوار الصحابة الأجلاء. الحقيقة اعتداء آثم غير مبرر، اعتداء على ناس أبرياء. بالأردن احنا معروفين بالأمن وبالأمان، ما في أي اعتداء من أي أجهزة أمنية أو أجهزة، ما في تصرفات فردية، كان الحقيقة اعتداء آثم ومغرض، هدفه اللعب على النسيج الوطني. والله العظيم كانت جريمة بتقشعر لها الأبدان، لا سيما في أول يوم رمضان، هذا شيء كتير أسأنا جميعا. لكن يدور في بالي تساؤلات، أليس هو مكتب مخابرات؟ ألا يوجد حراس؟ ألا يوجد تأمين له؟ كيف دخل هؤلاء الإرهابيين ليقوموا بهذه الجريمة البشعة؟ أولادهم من الأساس هم ندروا حالهم لخدمة هذا الوطن، وشربوا من مية هذا الوطن وساقوا ترابها بدمهم، فما بقدر أحكي لهم إلا أنه إن شاء الله يا رب، إن شاء الله أولادهم بالجنة، ولازم يمشوا بين كل الناس مش بس الأردنيين، وين ما راحوا بالعالم جبينهم مرفوع، وهم أكيد هم جبينهم مرفوع. يا سيدي، أول شيء أقول لذوي الشهداء رحمة الله على شهدائكم وأدخلهم الله الجنة، وأقول لهم كل من يلتحق بالخدمة العسكرية عليه أن يكون متأكدا بأنه مشروع شهيد، فالاستشهاد هو شيء متوقع لكل إنسان يلتحق بالخدمة العسكرية. نقول بالنسبة للشهداء الله يرحمهم، الأردن قوي بالرغم من كل الصعوبات اللي بمر فيها، وهو أقوى شيء أن الأردن ماسك بعضه والشعب الأردني ماسك مع بعضه، لحمته قوية جدا بالرغم من كل الصعوبات اللي بمر فيها. احنا بنقدر نقول ذوي الشهداء رحمة الله عليهم، وإن شاء الله ربنا بتقبلهم واسع رحمته ويجعلهم من المقبولين عند الله في هذا الشهر الفضيل. والشعب الأردني إن شاء الله دائما متلاحم في ظل قيادته الهاشمية، وإحنا بإذن الله إيد واحدة، وبإذن الله تعالى راح نظل دوما وأبدا في مواجهة الإرهاب للتصدي له في أي مكان، لحفاظ على الوحدة الوطنية الهاشمة. استنكار واسع من قبل جميع الفعاليات الرسمية والشعبية والحزبية والشبابية على الهجوم الإرهابي الدنيء على مكتب مخابرات البقعة، مؤكدين وقوفهم صفا واحدا في مواجهة محاولات النيل من أمن واستقرار الوطن، وإن هذه الأفعال الإجرامية لن تزيد الأردنيين إلا تماسكا في مواجهة الإرهاب. حامد الفايز، الحقيقة الدولية.